مفهوم النهاردة هنتكلم عنه هو نيوز جاكينج أو اصطياد الأخبار أو القفز على الحدث زي ما الترجمات العربية بتترجمه. بداية نقسم المفهوم لكلمتين، كلمة نيوز الأخبار وكلمة جاكينج واللي هي مشتقة من هاي جاكينج أو سرقة أو اصطياد أو ما إلى ذلك من المقابل ليها في اللغة الإنجليزية. اصطياد الأخبار نشاط بتقوم بيه إدارات العلاقات العامة أو موظفي التسويق الإلكتروني في الشركة من خلال إن بيكون في خبر معين، وقبل ما يلفت اهتمام وسائل الإعلام وقبل ما يلفت اهتمام الناس إن هم يقروا عنه كتير في دورة حياة الخبر، الخبر العاجل بيحدث. الفترة دي بيبدأ الصحفيين يدوروا على اللي هينشروه، كل صحفي نفسه ينشر جانب مميز مش موجود عند الصحفيين الآخرين في القصة الخبرية بتاعته أو في الخبر بتاعه. أبدأ أنا كشركة أقول أنا ليه ما استغلش نفس الخبر ده ونفس اهتمام الصحفيين في إن أنا أسرق أو أصطاد هذا الاهتمام من خلال إن أنا أدمج اسم شركتي بشكل أو بآخر في هذا الخبر. مثال على ذلك، اتنشر من عدة سنوات إن الممثلة كيت وينسلت إن هي أنقذت حياة امرأة عجوز في حريق. قبل ما الوسائل الإعلام تبدأ تنشر عن الخبر وقبل ما الجماهير ما تبدأ تقرأ عن الخبر، جهاز الإطفاء في لندن عرض عليها من خلال صفحته على فيسبوك إن هي تيجي تقضي معاهم أسبوع تعلم فيه فنون الإطفاء وتشارك في عمليات الإطفاء طالما هي عندها الاستعداد إن هي تنقذ أرواح البشر. لما الصحفيين بدأوا يكتبوا عن الخبر كلهم أشاروا بشكل أو بآخر للمنشور اللي كان موجود على فيسبوك جهاز الإطفاء في لندن، ومن هنا قدروا إن هما يقفزوا على الخبر وياخدوا نفس التغطية الإعلامية اللي كانت موجودة على الخبر نفسه. مش أي الأخبار بتصلح إن أنا أقفز عليها أو أصطادها. مثال على ذلك، الأخبار اللي فيها دموية أو فيها حروب مش صح إن أنا أستخدمها للتسويق لشركة أو لنشاط أو لخدمة أنا بعملهم. مثال على ذلك، المصمم الأمريكي كينيث كول اللي هو بيملك أحد شركات تصميم الأزياء وشركات الإنتاج كان دايما بيختار اللحظات الصعبة إن هو يسوق لمنتجاته. مثال على ذلك، بعد أحداث 11 سبتمبر طلع قال إن هذا الحدث بيعلمنا إن مش مهم تلبس إيه ولكن مهم تكون واعي، وده كان قريب من أحد الشعارات اللي بيرددها عن المنتج بتاعه. بعد أحداث ثورة 2011 في مصر كان تعليقه إن الناس في مصر خرجت بالملايين في الشوارع عشان عرفوا إن هو نزل الكوليكشن الجديد أو نزل مجموعة الأزياء الجديدة بتاعته. ساعتها قوبل التويت بتاعته برفض كبير جدا من الجماهير، حتى قام بحذف التويت، ما توقفش عن ذلك ولكن استمر في التسويق لمنتجه بشكل بيأثر سلبيا عليه أثناء الحرب في سوريا. نشر برضو تويت بيحاول يسوق لنوع من أنواع المنتجات الأحذية الخاصة بيه، وقوبل بعاصفة من الرفض لكن تحقق له بشكل أو بآخر النشر، وهو ده كان غرضه في البداية. اصطياد الأخبار لازم يكون في خبر ليه علاقة بمنتجك، لازم يكون في خبر يصلح إن تقفز عليه كشركة أو كمدير العلاقات العامة، مش لكل الأخبار.